بما انكم راح تسوقوا خلونا نسالكم بعض الاسئله وانتم اختاروا الاجوبه. برضو حنستخدم اجهزه التصويت وحنبدا باول سؤال للسيدات. طبعا لما تبداي سواقه اول شيء راح تسويه راح تنزلي السوق اول يوم او تسوقي اول يوم، راح تنتظري فتره وبعدها حتجربي حتشوفي ايش اللي يصير في الشارع، لا سمح الله في مشاكل. راح تسوقي فقط لما تكوني مضطره او مستحيل تسوقي سياره الين تتاكدي 100% ان الامور تمام. اوكي راح تنتظري فتره ومن بعدها راح تسوقي. خوافات ما هم زينا، ها من خاف سلم. ممتاز 50% اغلبكم راح ينتظر فتره ومن بعدها تسوق، يعني الاغلب بعدها راح اوكي راح تسوقي بس لما تكوني مضطره او راح تنزلي تسوقي من اول يوم وتتمشي وتستمتعي بهذه الحريه، حريه القياده. ممتاز. طيب ايش راح يكون اول مشوار لك؟ هل هو دوامه وجامعه، توصيل مدارس، سوق وتمشي او فله وبسطه، او جميع ما سبق؟ والله واخذين فكره عنكم سيئه. يلا خلينا نشوف النتيجه. جميع ما سبق. ما شاء الله تبارك الله، تحيه للسيدات. سؤال ثالث برضو للسيدات بصراحه، ايش اكثر شيء يهمك في السياره؟ احنا الشباب يهمنا اللون، الحجم، السعر، تطور السياره تكون فل اوبشن سريعه. انتوا ايش يهمكم؟ عندكم اربع خيارات: لونها، سعرها، حجمها، او تطورها. لونها، سعرها، حجمها، او تطورها. الله اكبر، عجيب والله، اجابه مفاجاه. ما همك اللون عادي؟ ها طيب اوكي، في الوان ترى مخيفه. يلا اوكي ممتاز، ما همها اللون، اهم شيء عندها المراه انها تكون او تقود سياره متطوره. لو لقيت موقف بالقوه وجات سيده تاخذ هذا الموقف عليك، اوكي خلينا نشوف الجواب. تعطيها المكان ليديز فيرس تكون رومانسي والشاب اللطيف، ولا مع نفسها زيها زيك ونحن متساويين واحنا زي بعض؟ ها يلا خلونا نشوف، صوتوا واحد ولا اثنين؟ ايش واحد؟ قوم بالله وريهم الرومانسيه كلها. الله 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 ممتاز. يلا هيا اجلس. اوه اوه خيبتوا ظني والله، والله انا محبط بسببكم. طيب ولا على قد التحيه اللي ادوكم هي في البدايه. طيب اوكي خلينا ننتقل للسيدات. يا ويلكم، ايش السياره اللي راح تشتريها؟ لو انا اليوم خيرتك بين اربع سيارات، ايش السياره اللي راح تشتريها بين الاربعه هذه؟ كامري، بريوس، رافور، او هايلوكس؟ ممتاز، خلينا نشوف النتيجه. اوه 35. اوكي بريوس، ممتاز البريوس وهايلوكس. سؤال ثاني للسيدات، لو بنشر الكفر عليكي ايش راح تسوي؟ مو انقطع، لو بنشر الكفر عليك ايش راح تسوي؟ تشمري، ها وتظبطيه بنفسك، تتصلي بزوجك او اخوك يا الحقني، تاخذي تاكسي، ولا تتصوري معاه سيلفي وتقولي انا في ورطه الحقوني؟ ها خلينا نشوف النتيجه. يلا يعني انتم لو تعرفوا هذه الحلقه فين حتروح يشوفوها كل الناس يعني. طيب ممتاز، سؤال للرجال والسيدات الان مع بعض، قد ايش تحتاج السيده يا ترى عشان تتعلم السواقه؟ 3 ساعات، 3 ايام، 3 اسابيع، او 3 اشهر؟ 3 ساعات، انا اقول 3 ساعات وهي متعلمه السواقه. ها 3 ايام؟ لا 3 اسابيع؟ سنه؟ يا راجل ما في سنه بالاحتمالات، ولكن انت ظالم يا اخي. سنه عشان تعلم سواقه مشكله هذه. يلا خلونا نشوف النتيجة. 3 ساعات، 3 أيام، 3 أسابيع، أو 3 أشهر. أوه أنا أقول البنات قالوا 3 أسابيع، بس هنا الله يهديهم ظالمين شوية، أكيد كلكم صوتوا 3 أشهر.